لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجنس المحبة يكون لله ولرسوله. قال هنا جنس المحبة لاختلاف نوعها، يعني جنس المحبة يعني أي نوع منها. يعني هو كان الصح نقول جنس المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال لاختلاف نوعها، فحب الله هو عبادة له، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس عبادة للرسول، فهو نوع آخر، لكن هو من جنس المحبة. وإن كان جنس المحبة معلوما محسوسا، يعني لو أنت قلت المحبة الناس تفهم معنى أيوة، لأنها بتحس، شيء يحس في القلوب أنه شيء بيحب شخص معين، بيحب شيء معين. نقول لكنه أنواع. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الله، فهو عبادة لله، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبادة لله وليست عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ذلا له ولا عبادة له، بل إنما يطاع لأن الله أمر بطاعته. إذن هو محبوب صلى الله عليه وسلم ومطاع لا لذاته، بل لأن الله أمر بطاعته وحبه. فطاعة العبودية هي لله وحده لا شريك له، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجب لذاته، لذات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأنه يأمر بطاعة الله، والله قد شرع لخلقه طاعته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك معنى الإيتاء، فإيتاء الله رزقه ومنته وخلقه الأرزاق للعباد، وإيصالها لهم من غير حول منهم ولا قوة. أما إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بأمر الله، إنما أنا قاسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. تفتكرش إن في حد هيرزقك الرزق الذي يرزقكه الله ربنا عز وجل؟ تخيل كده الرزق في الزرع مثلا، هو الزرع ده كان ينبت بدون مطر بدون ماء؟ لابد من ماء، والماء ده لابد ان يكون نزل من الايه، من السماء، يعني نهر النيل ده لو المطر ما نزلتش النهر ده ينشف او يقل جدا، بحيث الناس ما تلاقيش زرع. طب ونمو النبات، النبات عشان ينمو من البذرة لغاية ما يبقى سنبلة فيها 100 حبة أو 7 سنوات في كل سنبلة 100 حبة، هذا الأمر لا يملكه الناس. كل الأرزاق كذلك، فالله الذي يخلق الأرزاق، الله الذي يوصلها إلى عباده وهم لا يملكون توصيلها، هي بيلوها بتجري، النهر بيجري والعين بتنبع، مش هو اللي حط المية اللي في الأرض دي، وهكذا. لذلك قال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، فالحسب هو الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لأن الإيتاء
كجنس يكون لله ولرسول ولغيرهما، ولكن ما لله عز وجل من ذلك يختلف عما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره. قال: فجنس المحبة يكون لله وللرسول كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعني المعاني دي مش قصده فيها الحصر، زي ما قلنا في حب في الله عز وجل للمؤمنين، طب في إرضاء للوالدين، فإن رضا الله في رضا الوالد، فلو سعى في إرضاء من أمر بإرضائه، وكذا أن تسعى الزوجة لإرضاء زوجها، كل ده يترتب عليه إن ده جنس أيضا. أصل المشروع منه لله عز وجل ومن أمر الله بإرضائه. قال: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لذلك أهل الضلال هم الذين يخلطون بين ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم وما للأولياء، فهم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصرفوا له العبادة. ده الخلل العظيم الذي وقع عندهم، عند أهل الكتاب بدل ما يتبعوا المسيح في عبادة الله عبدوه وتركوا متابعته، فبالتالي احتاجوا أن يخترعوا تشريعات وتحليل وتحريم من قبل الأحبار والرهبان، عشان هم تخلوا عن اتباع المسيح وتخلوا عن اتباع التوراة وتخلوا عن اتباع الإنجيل في الحقيقة، بل ضيعوا ذلك، ومبتدعة زماننا فعلوا نفس الأمر. يعني ايه السنة عندهم يعملوا فيها ايه؟ يتبركوا بيها بس، ياخدوا اجازات فيها كده من غير ما يكون لها حجة، كما يقول ابن القيم: السنة في زماننا كالخليفة ليس له شيء إلا الخطبة والسكة، سك الفلوس باسمه، اكتبوا ان هو ده الدنانير دي سكت في عهد الخليفة فلان، وبعدين يدعوا له آخر الخطبة: واللهم أيد الخليفة فلان. أما الأمر والنهي فليه؟ فلغيره. فهم السنة عندهم رأى السنة حاجة جميلة، زي القرآن برضو، هم دخلهم إيه بالقرآن؟ ما فيش استدلال خالص، أقصى حاجة إقامة الحروف أو القراءة التي لا تدبر فيها، يقراها 15 مرة في الشهر، لا 60 كمان، إلا أنه هو لا يعرف الاحتجاج به ولا بآياته ولا يقيمها. طب وهو بيعمل إيه بقى في الموضوع ده؟ يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعبد الرسول لما يقول الرسول مدبر الأكوان، ويقول: مدد يا رسول الله، زي ما دار الافتاء مطلع منهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك: لا يجوز للمسلم. على فكرة لو كان ما ينفعش يبقى يجوز، يبقى يستحب، يشرع، يجوز للمسلم أن يطلب المدد من الأنبياء والأولياء. منين جبت اليجوز دي؟ عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أقصى حاجة عمال تتبرك بالقرآن فقط.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. يبقى جعل الحسب هو الكافي، جعل التوكل لله عز وجل. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى جعل الفضل لله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي من فضل الله. إنا إلى الله راغبون، يبقى جعل الرغبة إلى الله وحده، فالإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي أصلها أصلا في الفيء، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما آتاكم الرسول فخذوه أصلها في الفيء، في تقسيم الفيء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتيهم أشياء وينهاهم عن أشياء لا تأخذها، ردها إلى الغنيمة، ردها إلى الفيء، حتى لو رأيت لنفسك حقا فردها حيث جئت بها. ثم بعد ذلك استعملت الآية في كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل ما نهى عنه. قال: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه، يبقى يكفيك ربنا والمؤمنون، فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. هو في وجه ذكر عن البعض، ولكنه كما قال ابن تيمية أخطأ خطأ فاحشا. يقول حسبك الله يعني والمؤمنين معك يجاهدون معك، ولا فسرها، مش فسرها بوجه يعني شرك يعني، لا، لكن حسبك الله يكفيك الله، وكفاية المؤمنين ليك بمعنى معاونتهم وجهادهم معك. لكن بلا شك الأول هو الصواب، هو الذي ذكره ابن كثير عن الشعبي وعن عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولم يذكر ابن كثير غير هذا الوجه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات. تمت صدقا في الإخبار أو في الأخبار وعدلا في الأوامر. والمقصود بها هنا كلماته الكونية التي يكون بها ما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الكلمات لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا خروج لهم عن حكمه الكوني. أما حكمه الشرعي فقد فسق وخرج عنه الكفار والفجار وجعلوه وراءهم ظهريا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا تشمل الاثنين. أما أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هي في الكونية. ليه؟ لأن الكلمات الشرعية فعلا الكفر يتجاوز حدود الله فيها. يقول إيه؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وحدود الله عز وجل شرعها بإيه؟
كلماتي مش كده؟ وفي ناس بتتعدى الحدود دي، يبقى جاوزها ولا ما جاوزهاش؟ يبقى اذا الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهي الكلمات الكونية، وهي التي يناسب المقام ان يستعيد بكلمات الله، لان الكلمات الكونية دي هي اللي فيها صرف الضرر عن الانسان. ما لسه قايلها حالا، تمت صدقا في الاخبار وعدلا في الاوامر. يعني لما ربنا يخبر عن وقوع شيء يبقى لابد ان يقع، واذا كان اخبر عن شيء قد وقع فهذا هو الصدق بعينه، واذا امر بشيء كونا او شرعا فهو العدل. الله لا يظلم، حتى جعل الظلم وخلق الظلم هو سبحانه وتعالى يفعل ذلك بعدل، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. ما احنا بنقول ده المعنيين اهو، المعنى الأول لسه. انت مش انتوا هو انا الوان اللي نايم ولا انتوا؟ بيقول وتحرير ذلك ان العبد يراد به المعبد، وجاي بقى هيقول وانه العابد، لكن الاولانيه المعبد ده معنى اللي هو يشترك فيه المؤمن والايه؟ والكافر والبر والفاجر، اذ هو ربهم كلهم ومليكهم ولا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورزقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به وشكروه بعبودية الإلهية. الأولانية عبودية الإيه؟ الربوبية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بعبادتي، معنى عبادة الطاعة والامتثال. أيوة، هو معنى العوشاجة عبادة الإلهية دي، اصرفوا له العباد. الله، طب مش كلهم بيعبدوه بهذا النوع من العبادة؟ هو خلقهم لذلك، هو أمرهم بذلك، ولذلك تفسيرها كما قال علي بن أبي طالب: إلا لآمرهم بعبادتي. يقول أيوحدوه، عشان كده يقول أيوحدوه، شكروه بعبودية الإلهية رغبا ورهبا، أي وحدوه وعبدوه بأفعالهم هم، ليس فقط المعرفة، الإقرار بأفعاله عز وجل الذي هو توحيد الربوبية، لكن هم وحدوه بأفعالهم هم، فهذا كان هذا عبودية الإلهية وتوحيد الألوهية، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، زي كل الملاحدة في زماننا، وزي الربوبيون اللي بيسموا نفسهم ربوبيون في أوروبا وأمريكا، بيقر بوجود الرب بس يقول ملناش دعوة بكلامه في الشريعة، احنا بقى اللي نعيش على مزاجنا، احنا اللي نشرع.
يقول أو كان جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع مع علمه بأن الله ربه وخالقه. وبعضهم يزعم غير ذلك أو ربما يلحد فعلا وينكر وجوده من داخله. فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له، الجحد عن الإنكار في الظاهر بس هو من جوه عارف، كان عذابا على صاحبها. هذه المعرفة تكون عذابا على صاحبها، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الآية في أحبار اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته كما ورد في التوراة كما يعرف الواحد منهم ابنه لا يشك فيه ومع ذلك كتموا ذلك وهم يعلمون فكانوا رؤوسا في الكفر والصد عن سبيل الله. السبب كان ايه؟ الظلم العلو. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك أعوذ بالله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه في مشركي قريش أخبر الله عنهم أنهم في حقيقة بواطنهم لا يملكون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه وصحة ما جاءهم به ولكنهم لظلمهم وكبرهم يجحدون أي ينكرون ينفون آيات الله ينكرونها. وهذه الآية والتي تليها كذلك تدل أوضح الدلالة على أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة والتصديق بل لابد من عمل القلب، الحب والخوف والرجاء والانقياد والاستسلام، الشكر والصبر، الإخلاص وانقياده ومحبته وتعظيمه لله. قال فإذا عرف العبد أن الله ربه، أن الله ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه، محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. يعني عارف أن ربنا هو اللي خلق ده زي مشركي قريش يقول ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كثير ممن يتكلم في الحقيقة الصوفية يعني يقولوا حقيقة وشريعة يشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، الحقيقة الكونية أن ربنا الخالق الرازق المدبر وهي الحقيقة التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر.
بس مع شهود الكفار لذلك من غير تأثر بالقلب بها، ولذلك لم يستكملوها، هي مجرد إقرار دون شعور القلب. يقول: بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة، وأهل النار قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شو ربي؟ يبقى هو شاهد ان ربنا اللي بيأخر ويمد، وان هو ربنا اللي قدر عليه الغواية. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. يشهد ربنا الذي فعل ذلك. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. ولو ترى إذ وقفوا على النار قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن أنه من خواص أولياء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.